بسم الله الرحمن الرحيم. في حلقة النهاردة هنعرف إن القرود وليس كل أنواع القرود بل قرود البومبو يمكنها معرفة متى يكون البشر غير مدركين لشيء ما، بل وتحاول مساعدتهم. والأمر ده غريب، تحس إن هو خيال علمي، لكن الأمر ده اتعمل في دراسة علمية جديدة اتنشرت في مجلة علمية كبيرة جدا، وأثبتت إن الرئيسيات دي تستطيع إدراك جهلنا وتتواصل معنا لإرشادنا إلى الحقيقة. ده بيغير كل ما كنا نعتقده عن ذكاء الحيوانات. أولا دعونا نلتقي بأبطال هذا البحث، ثلاث قرود من قرود البومبو أذكياء جدا بيعيشوا في مركز أبحاث إيب إنيشيتيف في الولايات المتحدة الأمريكية. نيوتا عندها 25 سنة، تيكو ودي أصغر واحدة وعندها 13 سنة، والأشهر واحدة منهم بقى واللي مشهورة إعلاميا جدا جدا اسمها كينزي، ودي عندها 43 سنة، وأذهلت العلماء بذكائها الشديد لدرجة إن هي بتقدر تعرف اللغة الإنجليزية وتتواصل، يعني تفهم اللغة الإنجليزية وتفهم الأوامر باللغة الإنجليزية، وبيقولوا إنها تقدر تعرف أكتر من 3000 كلمة. شيء عجيب. تعالوا بينا نشوف الفيديو ده ونعرف أسرار البحث بتاعنا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن إحدى المعجزات الإلهية اللي اكتشفها الباحثين في الولايات المتحدة، ونشروا بحثهم في مجلة علمية كبيرة اسمها Proceedings of the National Academy of Science، ودي معمولة على 3 من القرود في محمية اسمها إيب إنيشيتيف، ودي المحمية دي بتختص يعني برعاية القرود، وبتسمح للباحثين في مجال الحيوانات ان هم ييجوا ويأكلوا القرود ويتصاحبوا عليهم ويعلموهم ويتعلموا منهم ويعملوا أبحاث وينشروها عليهم. الحكاية بقى يا سيدي، حكاية 3 قرود وحكاية اتعملت معاهم، اكتشفوا فيها ان القرد ممكن يعلم الإنسان، وممكن القرد يعرف ان الانسان جاهل ومش عارف الحاجة ويدور على الطريقة اللي يعلمه بيها ويعرفه بيها، ويتنطط بقى ويتضايق جدا لما يلاقي الانسان مش عارف، ازاي مش عارف المعلومة دي، ازاي هوش عارف الحكاية البسيطة المعلومة البسيطة دي. هنكتشف ان علماء الغرب يعني متأخرين عننا بدرجة كبيرة جدا في علوم الحيوانات، لان احنا عندنا من اكتر من 1400 سنة القرآن اتكلم عن ان الحيوانات بل والحشرات تستطيع التخاطب مع بعضها بلغات تفهمها هي، وعندها عقل وادراك سليم جدا كالانسان. فمثلا النملة كلمت اخواتها وقالت لهم ايه، يعني اذهبوا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني فهم ان هم كبار وضخام وهيعدوا بحصنتهم وبتاعهم محدش هيحس بيه وهنموت من غير ما حد يحس بينا. والهدهد اللي بيعلم سيدنا سليمان ويقول له ده انت مش عارف حاجة، ده في مملكة كبيرة يعني تحكمها واحدة ست وبيسجدوا للشمس ومبيسجدوش لربنا اللي بيطلع الخبء من الأرض وبيرزقنا. فكلام واعي وكلام ناس فاهمة. الجماعة بتوع الغرب بيكتشفوا بقى حاليا ان الكلام ده حقيقي. نبدأ بقى الحكاية بتاعت الثلاث قرود. القردة الاولانية يا سيدي اسمها نيوتا، ودي عندها 25 سنة. القردة الثانية اسمها تيكو، ودي عندها 13 سنة. واشهر واحدة فيهم بقى القردة كينزي. القردة كينزي دي عندها 43 سنة، ودي أذهلت العلماء بمهاراتها في حل المشكلات. فعلى سبيل المثال كينزي دي بتفهم مئات الكلمات باللغة الإنجليزية، يعني تعرف إنجليزي كويس تكلمها تفهم أنت عاوز مئات الكلمات باللغة الإنجليزية، وبتستجيب لأوامر صوتية. هنا بتقول لها حطي مية في الحلة، تستجيب وتروح تحطها في الحوض، تفتح الحنفية وترجع لها كمان الحلة، يعني شغالة تمام التمام. وهنا الست بقى رايحة الرحلة، فقالت لها تولع الخشب عشان هنشوي، ولعت الولعة وهتجيب الشوي وتمام التمام، هتجيب كمان الطاسة وتحطها على الولعة.
الجماعة دول بقى حبوا يشوفوا لو القرود دي في حاجة البني آدم مش عارفها ممكن يعرفوها له ولا لأ. فالتجربة بقى إيه، كانت بسيطة لكن عبقرية. قام الباحثون دول بإخفاء مكافأة لذيذة، دايما حتة عنب كده ولا حاجة، ولا حاجة من الشيريو، حاجات من اللي بيحبوها القرود، يعني في 3 أكواب زي ما الجماعة السحرة بيعملوا كده، ويحط لك العملة ولا الحاجة تحت كوباية من الثلاثة، وانت بقى تفكر هي مين فيهم الكوباية اللي في تحتها العملة. فالقرد بقى كان بيرى تماما أين اختفى الحاجات، يوروا القرد يبقى هو شايف، لكن الإنسان اللي هيتسأل فين المكان بيداروله، بيحط ستارة كده يداروه، فالقرد عارف المكان لكن البني آدم ايه، او الانسان اللي بيشارك في التجربه ما هوش عارف مكان الحاجه. ففي بعض الحالات كان الانسان يرى اين تم وضع الطعام، ولكن في احيان اخرى كان هناك حاجز يمنعه من رؤيه مكان المكافاه اللي هي حته العنبه اللي القرد بيحبها، فمما يجعل الانسان لا يعرف اين الكوب اللي يخفي العنبه تحته. يجي بقى الجزء المهم، الباحث بيسأل القرد بيقول له فين العنبة؟ العنبة فين يا قرد؟ وهنا يبدأ السحر الحقيقي. فإذا كان الإنسان عارف مكان العنبة، القرد ما بيعملش حاجة، بيفضل ساكت وينتظر بهدوء لغاية ما الإنسان يرفع الكوباية ويطلع العنبة ويديها للقرد عشان القرد ياكلها. طيب لما يجي بقى الإنسان بقى مش عارف المكان بتاع العنباية، القرد يقفز بسرعة ويتنطط ويساعده ويقول له بص كوباية، هي دي الكوباية، المكان اللي فيها الإيه اللي فيها البتاع، يا جاهل يا غبي هتضيع علينا العنبة. فاللحظة اللي فيها القرد بيعرف إن البني آدم ما هوش عارف مكان الحاجة، بيتنطط وبيتضايق جداً وبيشاور له عليها ويزعل جدا، وطبعا لانه هيضيع عليها المكافأة اللي هو منتظرها. اشوف هنا بقى بتعرف القرد المكان بالظبط، والراجل مستخبي ومش شايف، وهو عارف ان الراجل مش شايف، فلازم يشاور على الحاجة عشان ينبه الراجل فين المكان. هتبص تلاقي ايده كده، ايده الشمال بعد ما بعتها للراجل والراجل مش عارف حاجة، بيقول له فين يا قرد، فيروح مشاور بايده الشمال عليها اهو، بيشاور اهو، ومستني الراجل جابتها له بقى، خلاص شكرا اتفضل يا عم القرد. فطبعا ده يعني بيأكد ان القرد بيعرف فين بالظبط، امتى الانسان جاهل بالشيء وامتى هو عارف، لانه لما لقى عارف سكت واستناه، لما لقى بقى مش عارف وكان بيتداري ورا ستاره ومش شافش وهيتلخبط بقى وهيضيع عليه المكافأة. نفس الشيء اللي عمله الهدهد بالظبط لما سيدنا سليمان سأله ده يعني انت كنت فين غايب فين ده كله، فغاظه قال له ده انت مش عارف حاجة، ده في مملكة كبيرة وتحكمها واحدة ست والدنيا بايظة عندهم خالص، فابدأ بقى اتصرف لان احنا مش عاوزين حد ما يعبدش الله في هذه الكرة الأرضية في هذا الزمن اللي انت الملك الكبير بتاعه. فيعني القدرة دي بقى بيقول لك الباحث ان القدرة دي يعني كانوا بيعتقدوا انها موجودة في الانسان فقط، ده الجماعة الاجانب الغربيين بيعتقدوا ان القدرة على ان الانسان يعرف اخوه الانسان جاهل بالحاجة ويعرفه، ولا دي كانت موجودة في البني ادم فقط، فاكتشفوا انها موجودة برضو في الحيوانات. فكانوا بيقولوا انها يعني بتولد عند الاطفال، وان الطفل لما يدرك ان والده لا يرى شيئا معينا وبيحاول يساعد والده، فكان العلماء يعتقدون ان هذه القدرة حصرية للبشر، لكن التجربة اثبتت ان القردة تمتلكها ايضا. فده بيثير سؤال محير، إلى أي مدى يمكن لهذه الكائنات فهمنا؟ هل يمكنها التواصل معنا بطرق لم نفهمها بعد؟ فطبعا دي إيه، ده سؤال متروك للباحثين إن هم يجاوبوا عليه. أنا من واقع خبرتي، لأن أنا بحب الحيوانات وعندي قطط في منزلي،
أدرك تماما أن هؤلاء الكائنات لديهم قدرات عقلية إحنا لا نتخيلها، وعندهم عاطفة وعندهم إدراك للعاطفة، يعرف إذا كنت بتحبه قد إيه، أنت بتحبه، هل أنت بتميزه هو بالذات عن إخوانه والقطط لشيء ما، يعني عندهم كل حاجة تقريبا زينا وأكتر. عندهم الخوف، إحساس بالخوف أكتر، عندهم حس إدراكي للمخاطر يمكن أعلى من البشر. أنا حبيت، بس إحنا في رمضان حبيت إن أنا يعني أعمل فيديوهات خفيفة إحنا، وفي نفس الوقت تبين معجزات الله في خلقه في هذا الشهر الكريم. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.